نتحول مشاهدينا إلى مدينة عدن في اليمن لنقل هذه الصور المباشرة لوصول سفينة المساعدات المقدمة من جمعية الهلال الأحمر الإماراتية. هذه هي السفينة تصل أمامنا الآن مباشرة إلى ميناء الزيت في عدن. دعونا نتابع مع مراسلنا فواز منصر الموجود هناك. ماذا في التفاصيل فواز؟ نعم، ها هي الآن السفينة الإماراتية التي تحمل المساعدات الطبية والغذائية إلى مدينة عدن، وهي رابع سفينة إماراتية منذ مارس الماضي. وأيضا هذه السفينة رست في ميناء، ليس في ميناء زيت السابع لمحافظة عدن، وإنما رست في ميناء عدن الرئيسي. هذا الميناء الذي لم يتعرض لأي أضرار طيلة هذه المواجهات والحرب بين الحوثي والمقاومة الشعبية. الميناء كان يخضع لسيطرة المقاومة الشعبية، ووصلت وأول باخرة تحمل مساعدات أو أول باخرة منذ اندلاع المواجهات في أواخر مارس الماضي هي هذه السفينة الإماراتية التي تحمل آلاف المساعدات، ستعمل على تخفيف جزء كبير من معاناة السكان هنا في عدن نتيجة بعد حصار دام أشهر، حصار غذائي فرضه جماعة الحوثيين وقوات صالح على سكان مدينة عدن إلى جانب الدمار الذي خلفته تلك المواجهات. هنا في استقبال هذه السفينة يوجد الوفد الحكومي الذي يضم نائب رئيس مجلس البرلمان محمد علي الشدادي وأيضا وزير النقل بدر باسلمة وأيضا وزير الداخلية بالإضافة إلى قيادات محافظة عدن ممثلة بمحافظة عدن النائب البكري وعددا من المسؤولين. هذه السفينة وصلت بعد سفينة سبقتها تابعة لبرنامج الغذاء العالمي والتي تحمل مساعدات أيضا غذائية، تحمل مساعدات غذائية ورست في ميناء مصافي عدن. ميناء مصافي عدن تعتبر نعم فواز نعم نعم أسد الله. طبعا بالنسبة للباخرة التي تحمل مساعدات إنسانية التابعة لبرنامج الغذاء العالمي هي السفينة الأولى للأمم المتحدة التي تصل إلى عدن، بينما حرمت هذه المدينة من المساعدات الإنسانية. لم يصل منذ بدء الحرب أي مساعدات إنسانية سوى ثلاث سفن تحمل مساعدات إماراتية. هذه السفينة التي وصلت اليوم الإماراتية هي الرابع سفينة منذ بدء المواجهات في عدن. ثلاث سفن كانت تحمل مساعدات طبية وغذائية، وسفينة أخرى أيضا إماراتية تحمل مشتقات نفطية، وساهمت بدرجة رئيسية في تخفيف أعباء كثيرة على السكان هنا في عدن نتيجة انعدام المشتقات النفطية. وأيضا وهذه السفينة التي تحمل المساعدات الإنسانية ستساهم بشكل كبير في تخفيف جزء كبير من معاناة الناس هنا في عدن. الآن قيادات الوفد الوزاري إلى جانب معية قيادات السلطات المحلية لمحافظة عدن ولحج وأبين هم الآن في طريقهم إلى السفينة لاستقبال وأيضا للاطلاع على المساعدات التي وصلت المقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي. هذه إذن مشاهدينا هي الصور المباشرة التي تأتينا من ميناء عدن، الصورة لسفينة المساعدات الإماراتية التي تصل الآن الميناء وعلى متنها آلاف الأطنان من المساعدات الغذائية والطبية وغير ذلك المقدمة من جمعية الهلال الأحمر الإماراتي لأبناء عدن وللشعب اليمني. هذه هي السفينة كما أفاد مراسلنا قبل قليل فواز منصر، هي السفينة الرابعة التي تصل ميناء عدن منذ بدء المعارك في اليمن، وهي السفينة الثالثة التي تصل الميناء اليوم بعد سفينة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي وسفينة أخرى كويتية وصلت هذا اليوم. الصورة تأتينا مباشرة من ميناء عدن، وبالطبع هذه السفن الثلاث التي تحدثنا عنها هي تأتي بعد استيلاء عناصر المقاومة ودعم الشرعية في اليمن الموالية لشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي على مدينة عدن تقريبا بالكامل، وطرد ميليشيات الحوثيين والقوات الموالية لها من أغلب مناطق المدينة. هذه إذن هي السفينة التابعة لجمعية الهلال الأحمر الإماراتية وقد رست في ميناء عدن الرئيسي. مراسلنا فواز منصر
ذكر للتو أن هذا الميناء ظل دائما بيد المقاومة اليمنية ولم تستمر لم تستولي عليه ميليشيات جماعة الحوثيين ولا القوات الموالية لها في أي لحظة من اللحظات. هذه إذن هي الصور مشاهدينا التي تأتينا مباشرة. من المعروف أن الوضع الإنساني في عدن كان صعبا بدرجة كبيرة، ربما أكثر من مناطق أخرى في اليمن، كما أدى انتشار الأمراض سيما حمى الضنك في المدينة إلى مقتل أو وفاة عدد كبير قدر بالعشرات من اليمنيين. هذه إذن السفينة، وفي استقبالها وفد من الحكومة اليمنية برئاسة أعضاء في الحكومة اليمنية كما ذكر مراسلنا فواز النصر. ومن المتوقع أن يتم العمل الآن على إفراغ السفينة في اللحظات المقبلة.